الشيخ، واحنا بنتكلم قبل الفاصل في السؤال فيما يخص الزوجة اللي بتحفظ أطفال قرآن وزوجها منعها. حكمة ربنا سبحانه وتعالى في طاعة الزوج طاعة عمياء بالشكل ده. اولا انا يعني هعترض على كلمه عمياء. لا طبعا، للزوجه ان تناقش الشيء، ولكن اللي هو يحتمل نقاش. انا قصدت اقولها لان هي بتتقال كده. بتتقال كده، ما هي بتتقال كده فعلا، يقول لك كده كده هو عايز زوجته تطيعه طاعه عمياء. نقول لا يا جماعه، بلاش المفهوم ده، خطا اصلا. ولكن المراه تطيع الزوج لاستقرار الحياه، تطيع الزوج لانه هو القيم. طيب يا ترى هي ممكن زي ما كنا بنقول انت هتصومي النهارده، لا ما تصوميش النهارده نفل واسمعي كلام غير جوزك. شهر رمضان. الله. طب هي يا ترى برضه لو هي في حاجه الى انس زوجها والكلام معاه والضحك معاه وهو صايم، تقول له ممكن حضرتك ممكن. يبقى الامر مش خاص بس، عشان برضه المفهوم ده خطا. تقدر تقول له لا ما تصومش. طبعا انت مشغول عني، لا اقعد معايا انت، هصلي، لا صلي تراويح، اقعد معايا، انا محتاج ان انا اتكلم معاك. فكذلك اصلا يعني كذلك كما يعني هي لها حق على الزوج، هو له حق عليها. فيا جماعه مش هي، مش الزوجه دي مش هي الشيء اللي لازم تكون سمعا وطاعه في كل شيء، لا هي برضه لها طلبات ولا بد للزوج ان يستجيب. طب الطاعه للزوج اللي يستحق واللي لا يستحق؟ لا يعني وقدموا لانفسكم. شوف القرآن الكريم قال لي الأمر ده، يعني أنا ما جيش أنا لا أأذيها معنويا ولا يعني أريحها بكلمة ولا تسمع وعايزها تطيعني في كل شيء. طب ما أنت تقدم حاجة. طيب ما هو القرآن قال وقدموا لأنفسكم، قدم كلمة طيبة، قدم معاملة حسنة، قدم نفقة، قدم قضاء حاجة، قدم إنك أنت تكون حنين عليها زي ما بنقول بالمعنى بتاعنا، حنون عليها. قوم بدورك زي ما ربنا سبحانه قوم وتعالى بدورك. قال. لما تقول لها اعملي وما تسمعش كلامك نقول لها حرام عليكي بقى. الراجل قايم بدوره في كل شيء. يبقى اذا لابد الحياه الزوجيه حياه مشاركه، مش حياه عند، لا انا هروح اصلي، لا انا هقعد وهروح هسيبك قاعده في البيت واروح اصلي، لا انا عندي ورايا اصدقائي. طب ده اسالك كلام سؤال خطا. تاني يا شيخ عويد، الزوج اللي هنقول مثلا بخيل ما بيصرفش على زوجته وبيهنها وبيضربها وفي كل الحاجات الوحشه، وجي قال لها مفيش خروج ومفيش مروحه عند امك وابوك، لا حرام قطعا حرام. تسمع كلامه ولا ما تسمعش؟ لا ما تسمعش. بجد؟ لها ان تذهب لابيها وامها مره في الاسبوع، ده واجب. اصل انا معلش انا مش خدت واحده عبده في البيت تفضل قاعده، لا. وبعدين بخيل ولا انفق. يا اخي اكرم المراه وهي وانت تطلب منها اي حاجه هتسمع كلامك. والله لو اكرمها واحسن اليها ومش تقول له ده انا مش عايزه الدنيا كلها وانا هقعد معاك. وبنشوف امهات كده، بنشوف زوجات كده، زوجات زوجها هيقول لها تقول له لا انا قاعده في بيتي، انا ما اتحركش من بيتي. فاذا دائما حسن المعامله يرغب المراه في البيت. والمراه بتطفش زي بالمعنى بتاعنا، بتطفش من البيت من كثره القهر والقسوه اللي والإهانة. الحقيقه ملأت الحياه بتاعتنا. ما فيش ابدا يعني حنيه زي زمان، ما فيش كلمه طيبه زي زمان، ما فيش عطف، ما فيش خوف على المراه زي زمان. زمان كانت المرأة مصونة كده، دلوقتي الرجل بيعتبر المرأة كأنها لا. عايزين يا جماعة نغير هذا المفهوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالمرأة خيرا. فالمرأة تقوم بدورها، الرجل يقوم بدوره، تقوم تسعد وتنشط وتنتعش الحياة بينهم.